ألو؟ شو؟ طيب ليكني جاي. سوها؟ بابا هادماني راح وقفل علي باب الغرفة، ما بعرف ليش. صحيح اللي قالته؟ سألها هي بتعرف. الغرفة كانت مقفولة من برا. هلأ هي تخيلاتها إنه ماني هو عمل هيك، ما بعرف ليش. أستاذ بظن إنه سوها لازم ترتاح، صحتها أبداً مانا منيحة، وكمان عم تكسر كل شيء. بابا أنسى هالشي، بكرة العرض تبعنا وبعدها بعلن زواجنا أنا وماني، شو رأيك؟ صحتك مو منيحة يا بنتي، لهيك ما فيك تروحي هلا. شو يعني ما فيني روح؟ أكيد فيني. كيف ما فيني روح على العرض؟ هاد أداء ماني، أكيد لازم كون هنيك، لأنه إذا ما رحت بيزعل ماني. ها؟ وبتعرف شغلة؟ ماني بيحبني، كتير بيحبني. مبارح كان معي بالغرفة وما رح تصدق، هو باسني، هو باسني هون كمان، باسني هون. هالشي مانو مزبوط، ماني قال لي على كل شي، هو ما بده ياكي بالأداء. كذب، انت عم تكذب والكل عم يكذب علي، ومتأكدة انه ناندينيا خلت الكل يصيروا ضدي. انا بعرف منيح انه ناندينيا عملت كل هاد. هي بحاجة مساعدة. رح اعمل مثل ما قلت. الكل بيعرف انه ماني بيحبني، ماني بيحبني كتير وما في يعمل هيك. انتي شفتي صح؟ سوها اهدي، انا ما رح اتركها. لازم خبر ناندينيا بهالشي. وخليها تخاف من سوها. رح أقتل ناندينيا. ماني بيحبني لإلي، ناندينيا هي السبب بكل شيء. أنا بعرف ماني بيحبني كتير. سوها، 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 ليش عم تبكي يا بنتي؟ دروبي عمتي، أنا كتير سيئة، أنا عن جد آسفة، أنا بس إجا أبي كتير زعجته، مو هيك؟ أنا بعرف، كنت عم جرب كل شي مشان ما يفكروني العالم مجنونة وغبية. غريب، أنا ما عم أفهم ليش بس أنا عم يصير معي هالشي، بس ليش هيك حظي عمتي؟ أنا ما بدي أعمل كل هاد، ماني بيحبني كتير لإلي، هو إجا قال لي. أنا مو مجنونة، فهميني ليش الناس وأبي عم يقولوا إني مجنونة. سوها يا بنتي، هلأ صار وقت الدواء، ماشي؟ كل شي رح يكون منيح. رح تاخدي الدواء؟ طيب رح أخده، موافقة. طيب معناها أمي. العالم بدها تبعدني عن حبيبي ماني، ما بدي.
عمتي دروبي صارت مع نانديني. سهى رايحة على المصح، وهي هي وراءها. بتمنى يكون خير لإلها، وإذا ما عندك مانع بقدر إني أتأكد من الرقم. الرقم موجود، بس فيني أتأكد على التليفون من شان أطمن أكثر. إيه مرحبا، أنا بس بدي أسأل سؤال عن سهى كورانا. إيه الصراحة بدي أشوفها لهيك، بدي أعرف. طيب شكرا. منيح هيك؟ فيك تعطيني التسجيل؟ مو بهالسهولة أبداً يا سيد كورانا. تعرف؟ أول شي بدي شوف نانديني قدام عيوني. سيد كورانا، كل شي بيتعلق بالثقة، والثقة ما بتجي بهالسهولة. بتمنى تفهم حكي. شوفي، في شي مشكلة؟ رح نشوف هلأ. منيح، لكن ماني تعال بدنا اياك شوي. ايه، خمس دقايق. معك خمس دقايق لشوف نانديني، وبهالوقت لازم روح جهز حالي للأداء. لهيك خمس دقايق. وان تو ها. يلا شباب، يلا نبلش. يلا اجوا الحكام. سيدي خمس دقايق بكونوا جاهزين. طيب. ايه صحي، نسيت شغلة. شو؟ لا 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 ولا شيء. خدي هاي مني وانطريني هون، انا جاية. نافية وقفي نافية. سيدي ما تقلق، ما رح أعمل شيء. أنا بس بدي أساعد ماني بالأداء، لأنه لازم مساعدة، وبعدها رح روح. نعم؟ قصدي أنا حجزت بطاقة لروح من هون، بس بترجاك ما تخبر حدا، لأنه رح ينزعج قبل تجارب الأداء للفاب فايف. هن بيستحقوا هالقلب. يعني أنت ما خبرتي ماني بأي شيء؟ لا سيدي، لا تقلق، ما رح أقول شي عن الموضوع. هذا هو الصح، برافو عليكي. خليكي بعيدة عنه، فيك تروحي. ممكن أقدر إني أنقذ سهى إذا أنا قدرت على ماني. طيب شباب، قبل المسابقة أعطوني دقيقة راجع. شايفين؟ سمعت ماني ترك الفاب فايف، شو عم يعمل هون؟ مكتي، انت عملتي كتير شغلات مشان تقدري تساعديني. خدي شو هاد نافيا؟ هاد لبن وسكر، ما بتعرفي؟ أمي بتقول إنه قبل ما تعمل شي لازم تاكل لبن بتصير منيح، وهيك أدائك رح يكون منيح وما رح يكون في ولا مشكلة. نافيا، لو مشاكل الحياة بتخلص بأكل اللبن كان ما ضل مشاكل. بس عكلن إذا عم تقولي هيك،
شكرا نافيا، انا ما بحبه، عامله داي. هذا ما رح يضرك، بجيب لك شويه حظ. نافيا هاد ما رح يجيب لي الحظ. نافيا اعطيني انا باكل، لانه لازم نحترم المشاعر. موفق. ديروف، لازم تعمير لحتى يصير أداؤنا منيح. ديروف، لا 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 لا، ما فيني أكلها، ما فيني اكل هاد. اكيد حاطه فيه سم، انا متاكد. وبتعرفوا اذا صار لي شيء بعد ما اكل فهي خطتها، هي عم تعمل هيك لتضل لحالها ببيتي، صح؟ سم مو بهاد، سم كان بالفطور اللي اكلته بلا ما تسالني حتى، ولساتك عايش وما صار لك شيء لحد هلا، غشاش. ايه صح، ما رح اكل. موفق. وين ماني؟ وين ماني؟ ماني؟ وين ماني؟ وين؟ أكيد أنتو بتعرفوا. وين كنتي؟ قولي شو عم تعملي؟ ماني هلأ بيشوفوا. تعي ماني، ماني شو عم تعمل؟ شوفي. قليلي وين كنتي؟ وشو عم تعملي؟ ماني كنت بالحصة، تركت الحصة مشان أحضر أدائك. شو؟ تركتي الحصة؟ إيمات؟ ليش ما خبرتيني؟ من إيمات؟ وين كنتي؟ كنت عم دور عليكي وإنتي هون؟ خبريني شو عم تعملي؟ شو صار لك؟ عم تحكي وكأنه حدا رح يخطفني، خوفتني. إيه طيب اسمعي، لازم تنتبهي. ما فهمت من شو انتبه؟ ليش هيك متوتر؟ شو صاير؟ انا مو صغيره. لا مو صغيره، طيب ماشي. هلا انت هون باليوم المهم، رح تدعي لي؟ مرحبا، شو عم تعملي؟ عم خبرك انه ما فيني اجي، فهمت ولا شو؟ وانت شو اللي عم يضحكك؟ جاوبي. يلي عم يضحكني هذا الشاب كتير مهضوم وما فيكي تتخلي عنه هيك ببساطة. ماني. ايه شو عم نقول؟ عم تقولي شي؟ كل ما بتطولي بيصير لازم وقف قبل الأداء. إيه الأداء؟ يعني هذا الوقت. أوكي بتمنى لك إنه إيه. هلأ لا تسألي شو عم نعمل. ليش لأسأل؟ إجيت لطعميك لبن بس. كول عنجد؟ شيك تمام. نافيا استني، ماني هذا الأكل بيجيب لك الحظ. نافيا استني استني، أنا رح صوركم. شو؟ نانديني أنتي شايفة هالشي منيح لتصوري؟
لكن هي هي فئتك اللي لازم تسعى فيها وبأسرع وقت. طلع معي حق. عفوا بس وقتها خلص معك، لهيك ما فيك تتحكم فيها. شباب، هذا الأستاذ بانديت إنجراسيا يلي جاي يسمعك هلا. يعني القرار قراري. طيب شباب جاهزين؟ رح نبلش. نحن جاهزين من زمان ماني، بس انت مدري شو صاير لك وما عم تنتبه. ديرو بكفي. اوكي يلا يلا نبلش. يلا اخي ليش ما بتعلي الصوت شوي وكمان موجات الصوت شوي؟ ايه ممتاز. أخي فينا نوضح الصوت وتغير هاد كمان. إيه تمام هيك. هاي لازمني شوية صوت أعلى. لك شريك مو بتظن الصوت عالي كتير؟ ما هيك رح يضرب الويفة. يعني 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 شريك لازم نغني سوا. ماني مفهوم قصدي، يعني ديروف استنى تعرفوا بترجاكم كل شخص يرجع لمكانه منشان نكفي تدريب، ما ضل وقت لأنه فترجع لورا. وليش دايماً لازم أنا أكون ورا؟ هم؟ ديروف ما في شي عم يتغير، نحن دايماً بنعمل الأداء هيك. موكتي اللي بيصير دايماً مو شرط يكون صح. طيب ماشي. طيب شباب مو مشكلة استرخوا. شريك اسمعني، أنا حأعطيك مكاني وخد مكانك منيح ماشي، وفيك تعمل يلي بدك إياه مو مشكلة. تعال هون. ماني إذا ما عندك أي مانع بدي أقول لك كبير هيك كتير بتفرق كتير كتير. طيب روح شريك مو مشكلة. ماشي طيب مثل ما بدك. أوكي شباب يلا. إيه ديرو شو مشكلتك؟ عم تتصرفوا كأنه هالشي مسحة؟ هيك ترتيبنا دائماً هيك، ليش عم تغير؟ هاد الأداء كتير مهم لإلنا لا تنزعوا. ماشي شباب أليا مو مشكلة ماشي. شو عم تعملوا؟ شبكن هذا أداء بس ركزوا معي مو مشكلة بتصير. هلأ رجعي لمحلك ماشي وخلونا نبلش. إيه رجاءً. طيب شباب اسمعوا هالشي ماله صح، هاد ماله صح، هاد أكبر أداء لإلنا واللي عم بيصير مو صح. لازم نحكي برا بالساحة فورا.
كبير؟ لو سمحت حط هاي بهديك الشنطاي. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.